نادي شباب الاهلي الان هو عندهم فرصه الان المركز الاول، حتى مستوى الفرق لمجموعته اضعف فرق وجهه نظرنا، سواء الغرافه ولا الاهال ولا الفولاد، لكن نحن لما نقول سهل نروح ملعب تركيزنا نشوف ان هذا فريق سهل، لا، كره القدم 90 دقيقه تشوف، هل انت جاهز ولا مجاهز؟ الغرافه متعادلين وياهم ترى قبل ثلاث ايام. صحيح. شو اللي تغير؟ شو اللي تغير؟ ايوه هني طبعا الفريق تغير، شكل الفريق، اللاعب انا اقول لك داهيه الموهوب مايسترو عمر عبد الرحمن الفرقه كل كان مايد حسن يعني حارب الجميع كان في هذا اليوم حتى كابتن مهدي الفريق كان ظهر بشكل مميز الان هذا الفريق المفروض شباب الاهلي استمراري شوف الان نحن الحكم مو باليوم الحكم في النهايه وهم مطالبين الان المركز الاول غير الاول لا يمكن ليش؟ انت اهال مش افضل عنك لا فرديا لا جماعيا ولا فولاد ومع انهم لعيبه المنتخب الايراني هم مش منتخب ايران انت عندك 10 لاعبين منتخب ايران ومن غير اثنين منتخب ايران عندك نعم وعندك عمر افضل لاعب اسيوي لغايه اليوم كصانع العاب انا اقول حتى الان كره الامارات ما في لاعب شوف لاعب نتكلم صانع العاب ما انجبت كره الامارات من تاسيس كره الامارات لغايه اليوم هذا انا اتحمل مسؤوليته لو في اي لاعب اخر اتكلم عن صانع ما اتكلم عن لاعب شامل لا صانع العاب عمر عبد الرحمن قولي على المستوى الخليجي منو صانع العاب شدك طولها خلينا نقول اخر 10 سنوات قولوا لي منو هاي الحقيقه ترى نحن ما نبالغ انا اتكلم عن الموهبه لما تقول بنزيما لما تقول يعني في الدول الثانيه دكتور نرجع وما نحكم على مباراه نحكم ما نحكم على استمراريه انا اتكلم الحين كنت عن عمر هل الغرافه كان في افضل حالاته؟ حتى على اساس انت يعني تتكلم هذا الكلام هل الغرافه كان في افضل حالاته؟ شباب الاهلي كان افضل خلال المباراه هو من خلال المباراه هو الافضل خلى انهار الفريق الفريق بعد 3-0 انهاروا لكن نحن نقول شباب الاهلي هو كان افضل في هاي المباراه ترى حتى في المباراه الاولى كان شباب الاهلي هو الافضل لكن الفريق شباب الاهلي مع الاسف في الثلاث مباريات في الثلاث شباب مباريات الاهلي ما تقييمك لشباب الاهلي انا تقييمي لشباب الاهلي من بدايه الدوري لمباراه الغرافه كان شباب الاهلي تعادل جيد حتى مو يوصل لا جيد جدا ولا امتياز فريق ما ظهر بشكل جيد مباراه لا دوري ولا بدايه في كاس اسيا الحين نتكلم عن مباراه الغرافه فعلى لاعبين نادي شباب الاهلي يجب انهم يعرفون انهم اللعيبه يمكن يوصلون لاعلى مدى لابد في كاس اسيا دكتور يعني قدم بس قدم توافق يعني الدكتور كلامه